أعطني مسرحا وخبزا أعطيك شعبا عظيما، مقولة للكاتب الكبير والشاعر ويليام شكسبير، عبارة عهدنا سماعها وترسخت في أذهاننا، لكن في الحقيقة يكاد أبو الفنون المسرح أن يكون غائبا في الساحة الثقافية الجزائرية، فلماذا هذا الغياب يا ترى؟ لا نختلف نحن عن المجتمعات العربية الأخرى، لأن المسرح يحمل بداخله كل الفنون، ويحمل بداخله الأداب، ويحمل بداخله العادات وتقاليد الأمة، ويحمل بداخله روح الأمة. إذا كان المسرح نابعا من الصدق، نابعا من الفكر، نابعا من الاهتمام بما يجري في المجتمع، بما يجري داخل الإنسان، لذلك أقول أنه المسرح لا يمكن أن يتنفس خارج دائرة حرية التعبير، هذه أولا. ثانيا، المسرح يحتاج إلى وسائل مادية كذلك، يحتاج إلى تكوين، يحتاج إلى فكر، يحتاج إلى أسماء. مسرح الطفل الذي يعتبر اللبنة القوية لبناء شخصية الطفل السوية بل وخروجه للمجتمع من الباب الواسع، كما يشكل المسرح حلقة الاتصال والتواصل بين أفراد المجتمع، خاصة عندما يتعلق بالتلاميذ في الدور الابتدائي واكتشاف قدراتهم وتوازن شخصيتهم بالمسرح. فهل يتم هذا الاكتشاف على مستوى مدارسنا؟ وهل المنظومة الدراسية تولي اهتماما بالمسرح؟ المسرح له دور فعال ومهم في مرحلة الطفولة، يعني هو طريقة سريعة للوصول إلى عقل الطفل والوجدان دياله، وهنا أقصد المسرحيات التي عادة يعني أبطالها الأطفال وموجهة أيضا للأطفال أنفسهم. يعني تلك الوقفة على خشبة المسرح راح تعلم الطفل أولا روح المواجهة، ثانيا طلاقة اللسان، والنقطة المهمة أنها تنمي فيه ثقته بنفسه. يبقى شبح غياب أبو الفنون المسرح ملف لابد أن يفتح لدراسة أسباب الغياب في انتظار خطوة حقيقية من أهل